في السوق المصرفية مم. واخد بال حضرتك. طيب ففي ناس بتسأل طب والتسهيلات القائمة؟ التسهيلات القائمة اللي شغالة اللي في عليها تعاقد دي لما تخلص انتهت، عايز يجددها اهلا وسهلا، بالجديد بس هتجددها بقى في الجديد بالسعر الجديد، بالسعر بتاع النهارده، بالسعر بتاع النهارده. انما خلاص 8% دي خلاص انتهينا، انتهينا بالظبط. كزراعه، كصناعه، كمقاولات. لا مش زراعه، كتصنيع زراعي، تصنيع كمقاولات زراعي وكصناعه. نعم. طيب لكن حضرتك بتقولي لي المواطن اللي استفاد من المبادرات السابقه لن يضار من هذه من هذا الاجراء بتاع النهارده. لا المواطن بالظبط كده، المواطن في المبادرات السابقه الخمسه اللي قلنا عليهم دلوقتي. تاني عشان المواطن يعرف مهم، الموضوع الاولاني التمويل العقاري 3% ل 30 سنه، التمويل العقاري لمحدود ومتوسط الدخل 8% يروح المواطن البنك، هيستمر ياخد القرض بنفس ذات الشروط، ولكن الفرق ان تحمل دعم الفايدة لن يكون على القطاع المصرفي. تحمل دعم الفايدة على مين؟ في الحالة دي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يعني التمويل العقاري هتتحمله وزارة الإسكان. بالظبط كده يا فندم. اللي هو الدعم المواطن بدل بلوك كان بتحمله البنك المركزي، النهارده وزارة الإسكان اللي هتتحمل. يعني مثلا ندي مثلا سهل الموضوع، 3% في فرق ما بين ال 3% والفايده السائده في السوق المصرفي. نعم. الفرق ده هي اللي هتتحمله وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. طيب وزاره الاسكان هي لو ما دفعتش مين اللي يدفع؟ وزاره الماليه. الماليه. يعني هاتك القرار الجمهوري اللي صدر في هذا السرد واضح وصريح، لانه بيقول لك انه انه في حاله ان لما هذه الجهه ما دفعتش فبناء عليه بيتم خصم المبلغ من المستحقات الخاصه بوزاره الماليه. طيب يا سهر هانم، دلوقتي هذه المبادرات لما اتعملت مبادرات مهمه، واللي ما كانتش اتعملت وتخص القطاعات المختلفه والناس بشكل عام ملايين يعني. طيب مساله التوقف النهارده عن هذه المبادرات ايه الاسباب؟ هل عشان الصندوق قال لنا يا جماعه اعملوا كذا، ولا احنا في بعض الحاجات اللي احنا بنعوضها او بنراجعها او بنظبطها؟ شوف حضرتك، هو طبعا الصندوق اتكلم على فكره التشوهات السعريه في الفوائد، وبالتالي دي نقطه اتدرست كويس جدا الحقيقه ما بين رئاسة الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية. طيب ازاي تقدر ان انت تستمر في هذه المدعمات المبادرات مع تشيل مشكلة التشوه السعري في الفايدة بدون ما تمس بالمواطن؟ وبالتالي بعد هذه الدراسة وصلوا ان خلاص انا هحمل ده على الجهة المعنية ودخلها ضمن المظلة الاجتماعية، لان خلي بال حضرتك الصندوق برضو لما اتكلم قال لك ايه؟ قال لك لا انا ما اقدرش امس الجهات الطبقات الهشه. انا ما اقدرش امس المحدود الدخل. فمن هذا المنطلق انت انا شايفه يعني الهندسه اللي اتعملت في هذا الموضوع بحيث انها تتم بهذا الشكل ممتازه جدا. لانها راعت المواطن، حددت الجهه المسؤوله عن كل مبادره، ثم في الاخر حددت اجمالي الدعم فعلا من داخل مصدر عمل الدوله. بشكرك شكرا جزيلا استاذه سهر، قدماتي كل التحيه لحضرتك.